بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي قناه الكره لوكر من جميع انحاء العالم. النهارده معانا خبر عن اللاعب علي المياد. اللاعب علي المياد لاعب كره قدم سعودي، ولد 19 يوليو 1995 في القطيف في السعوديه، وهو يلعب حاليا في نادي نجران السعودي. اسمه بالكامل علي تيسير المياد، ولد 19 يوليو 1995 وعمره 27 سنة، طوله 1.77 متر، وهو مهاجم ويلعب رقم 29 لنادي نجران. أما عن مسيرته الشبابية، لعب لنادي الهدى الرياضي السعودي. أشكركم أعزائي المشاهدين، أتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في قناتكم المفضلة كرة لوكر، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم من كل جديد وحصري عن أخبار الكرة المصرية والسعودية، وأيضا الكرة العالمية، وأيضا أخبار اللاعبين المصريين والدوليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.